بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي ميعادنا ازاي نتعامل مع المفتاح الخارجي. لما يكون جدول عندي او تيبل عندي في الداتابيز وفي مفتاح خارجي، هل يا ترى بتعامل مع المفتاح الخارجي كانه حقل عادي؟ لا طبعا. يعني انا فتحت كده الفيجوال استوديو وفتحت البرنامج اللي احنا شغالين عليه، وافتح الفورمه بتاعه الامب، والفورمه بتاعه الامب كان فيها اتنين برايمري، اتنين فورين كي. الفورين كي الاولاني بتاع المانجر، والفورين كي التاني بتاع الديبارتمنت، بتاع الايه الديبارتمنت. تعالى مثلا على سبيل المثال نمسك الفورين كي بتاع الديبارتمنت. لو دخلنا على الداتابيز بتاعتنا بسكوت والباسورد، متعامل سيلكت استريكس فروم ديبت، ادي جدول القسم. احنا طبعا عندنا في جدول الامبلوي الموظف في عندنا حقل اللي هو الديبارتمنت، الديبارتمنت نمبر. يعني لو عملت سيلكت مثلا الاي نيم اسم الموظف كوما والديبت ان او فروم امب، ادي بيانات كل موظف والقسم بتاعه. المفروض ان جدول القسم بيبقى فيه كود، فيه كود لكن ما فيهوش النيم بتاع القسم. يعني مثلا القسم رقم 20 اللي هو هنا ايه اللي هو الريسيرش، قسم رقم 30 اللي هو ايه اللي هو السيلز، قسم رقم 30 السيلز، قسم رقم 20 الريسيرش، قسم 30 السيلز، السيلز 10 الاكاونتنج، والى اخره. المفروض ان اليوزر في معظم الحالات اليوزر ما بيقدرش يعني يتعامل مع الكودينج. في بعض الحالات بيتعامل مع الكود لكن في معظم الحالات ما بيتعاملش مع الكودينج. هو المفترض ان انا افتح القائمه كده، اليوزر هيختار اسم القسم، يختار اسم الايه، يختار، يطلع له كده قائمه فيها اسماء الاقسام، يختار اسم القسم. ولما بيختار القسم الاولاني بيبقى انا مخبي وراه مثلا رقم 10، يبقى انا هيطلع لي كده قائمه فيها الكلام ده كله. ده هو الظاهر، ده اللي هيظهر لليوزر. ولما بيختار انا اوتوماتيك باخد الكود، لان انا هنا بتعامل في الجدول ده مع مين؟ مع الكود. هي دي كل فكره المفتاح الخارجي، ازاي ارجع بيانات عباره عن رقم القسم واسمه. لو ده مش موجود مهم مش مهم، او موجود مش مهم مش يفرق معايا، لكن المهم يكون عندي رقم القسم واسمه. الدروب داون ليست تعرض النيم، وورا كل نيم يبقى في 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 الفاليو مستخبي الايه، الفاليو مستخبي الكود، بحيث ان انا بعد كده لما اجي اعمل انسيرت او ابديت او ديليت بانسيرت وابديت وديليت بمين؟ بالكود، عشان ده جدول الايه، جدول الام. هي دي الفكره. فانا محتاج دلوقتي اروح على الكومبو دي. الكومبو دي كان فيها ايتمز في الكوليكشن، شويه حاجات كده نمسحها. المفروض انا اجيب الايتمز دي من الداتابيز، ودي برضو مش عارف فيها ولا لا. افتح من ايتمز كده، كان فيها برضو شخبطه كده، نمسحها. واصبح دلوقتي عندي اتنين دروب داون ليست فاضيين خالص. اللي انا محتاجه دلوقتي محتاج داتا تيبل. الداتا تيبل دي هتشيل البيانات بتاع جدول الدبت، واعرض حقل الدي نيم، واخزن حقل الكود معايا على طول. وده فكره الفورن كي باختصار يعني، او عموما ان انا اجيب داتا تيبل. داتا تيبل دي تحمل الجدول ده، تعرض الدي نيم وتخزن الكود، وبكده اكون خلصت منين؟ من الجزء ده. تعال نشوف ازاي. هاجي دلوقتي على الكلاس بتاعنا. كان عندنا فانكشن اسمها ريتيرن اول داتا. هعمل فانكشن اختها بالظبط بس على تيبل تاني غير التي بي ال ده خالص، ما اجيش جنب التي بي ال ده، عشان ده التيبل دي ال ده كل الشغل بتاعي قايم عليه، وده بتاع الجدول الرئيسي. انا هعرف دايم تي بي ال اف كي جديده، وده از ايه، از داتا تيبل. واحد يقول لي من غير نيو، اقول له من غير نيو، انا هعمل نيو في كل مره اعملها منه، لان انا ممكن يكون عندي جدول فيه اكتر من فورن كي. فالمفروض ان الكود بتاعي، وانا الكود بتاعي كل مره هيعمل نيو، عشان ممكن يكون في الفورمه الواحده بستدعي يجيب لي بيانات بتاعه المفتاح الخارجي بتاع جدول القسم، ويجي لي مفتاح خارجي بتاع جدول الموظف مثلا. يبقى عندي اتنين فورن كي، مش هقعد اعمل لهم كذا كود، لا هعملهم كود واحد، وكل مره هعمل فيه نيو من اول وجديد. وعارفين النيو بتنادي على الكونستراكتور بتاع مين؟ بتاع الداتا تيبل. خلاص، نفس الكود بالظبط بتاع الفانكشن دي بتاعت ريتيرن اول داتا دي، هاخد منها كوبي. هرجع تاني للموضوع ليه ما عملناش نيو. لو انت عايز تعمل نيو مفيش مشكله اهو، عشان ما نعقدكش خالص، نبسطها خالص. واخد كوبي من ريتيرن اول داتا، واقوم جاي هنا عامل بيست. حلو، مش هسميها ريتيرن اول داتا، لكن هسميها ران كويري،
ران كويري تو اف كي، ران كويري بتاع الايه بتاع الاف كي، وهتستقبل برضو التيبل نيم، وبرضو جمله سيلكت عاديه جدا بالتيبل نيم. بدل تيبل دوت كلير، تي بي ال دوت كلير بتمسح الداتا ذات نفسها، لكن انا بصراحه يعني تمسح، يعني تمسح الداتا، يعني انا عندي جدول كده لو ده داتا تيبل عندي في الذاكره وقلت له تي بي ال دوت كلير هيمسح البيانات اللي انا معلم عليها دلوقتي دي، لكن هل هيمسح الاستراكشر اللي هو الحقول؟ لا مش هيمسح الاستراكشر. لكن دلوقتي فعلا عايز امسح الاستراكشر، لان انا ممكن في مره يبقى عندي فورن كي بتاع جدول القسم، ومره جايه فورن كي بتاع جدول الامب، فيطلع لي كده. فده ده استراكشر وده استراكشر تاني مختلف. عشان امسح الاستراكشر بتاع الجدول خالص هعمل بدل كلير هقول له تي بي ال اللي اسمها اف كي بتساوي نيو داتا تيبل او نيو داتا تيبل، يبقى كده عملت يعني فيرجن جديد خالص بستراكشر جديد خالص. وهنا تي بي ال بتاع الاف كي بيساوي دوت لود بنستعمله لما اكسكيوت ريدر وكونكشن دوت كلوز، وارجع التي بي ال اف ايه اف كي. يبقى كل اللي عملته انا شغلت الكود بتاعي مع الاف كي، وبدل ما بعمل كلير بمسح الداتا، لا عملت نيو جديد خالص فمسحت الداتا والاستراكشر بتاع الجدول ذات نفسه. تمام كده، ده ران ايه تو اف كي، هبعت له اسم الجدول انا عايز ارن ليه، وهو هيرجع لي داتا تيبل فيها بيانات كل الجدول اللي انا طلبته، وانا بقى عليا ارصها جوه الايه جوه الفورم، او ارصها جوه الايه جوه ال جوه ال ال الكومبو بوكس دي. ازاي هرصها؟ هروح الاول في الفورم لود، المفروض في الفورم لود املى الكومبو دي واملى الكومبو دي. خلاص اعمل ازاي الكلام ده؟ اروح كده دبل كليك هنا، اخش في الفورم لود، اخش في الفورم لود، وام جاي هنا قبل حتى قبل العرض بتاع البيانات خالص، اظبط البيانات بتاعت عشان تعرض عشان تعرض البيانات بتاعت الفورن كي. هشتغل بجدول ام بالاول، هقول له كومبو اللي اسمها ديبت، كنت مسميها ديبت دوت داتا سورس، مصدر بياناتها تجيب بياناتها منين؟ قلت له هتجيب بياناتها، طبعا عندنا الجدول الاوبجكت بتاعنا اسمه ام، هتجيب بياناتها من ام دوت ران كويري تو اف كي. ران كويري تو اف كي قال لي اسم الجدول اللي انت عايز تعمل اف كي على ايه مين، قلت له جدول الدبت. حلو، ده كده هيجيب بياناته من جدول الدبت. طيب هيعرض بعد ما خلاص كده عرفت الكومبو ديت بتاعت الدبت دي ان بياناتها هتيجي من الجدول بتاع الدبت، فاضل لي اقول له اعرض العرض بتاعك يبقى الدي نيم، والتخزين بتاعك في الذاكره من جوه او الداخلي هيبقى مين؟ الدبت ان او. لازم اقول له كده، هقول له اقول له ازاي، اقول له سي بي او ديبت دوت دوت الديسبلاي ممبر العنصر اللي هيتعرض، فده كده هيجيب لي ده كده هتجيب لي الجدول كله، وعرف ان ده داتا سورس فكده عرف الجدول كله. انا عايز احدد له الحق اللي هيجيب منه الايه اللي هيعرض منه، قلت له الدي نيم هو اللي هتعرض منه، وهو برده لازم اقول له القيمه اللي هيخزنها، اقول له سي بي او اللي اسمها ديبت دوت فاليو ممبر، يعني القيمه اللي هتتخزن، العضو اللي هيبقى كفاليو ليك هو مين؟ هو الدبت ان او. فيفهم كده كده خلصت الامر، خلاص ده امر بتاع الفورن كي، ظبطت الدبت الكومبو بتاعت الدبت ان مصدر بياناتها هيجي من الجدول ده، ودي خلاص هترتين داتا تيبل، هترتين داتا تيبل، داتا تيبل ديت من جدول الدبت، هتشيل جدول الدبت كله. قلت له ايه اللي هتعرضه؟ قلت له الدي نيم اللي هتخزنه جواك هو مين؟ الدبت ان او، ده اللي هتعمل بيه وده اللي هيتعرض للايه لليوزر. ونفس الطريقه كان عندي فورن كي تاني للمانجر، والمانجر ده عباره عن ايه؟ عباره عن موظف، المدير برضو عباره عن موظف، ودي علاقه مرجعيه حاول تراجعها في دروس الاي ار. خلاص عاملها ازاي؟ بنفس الطريقه بالظبط، بس بدل الكومبو بتاعه الديبت هتبقى الكومبو بتاعه مين؟ بتاعه المانجر، زي ما كنا مسمينها كومبو بتاعه الايه بتاعه المانجر، غيرت النيم. طيب الكومبو بتاعه المانجر اقول له جيب بياناتك منين؟ اقول له جيب بياناتك من جدول الامب. ايه اللي هيتعرض؟ قلت له اللي هيتعرض الاي نيم، اسماء الموظفين. طب ايه اللي هيبقى فاليو ممبر؟ هو مين؟ الامب انه. يبقى برضو ان هوت عندي في جدول الامب هعرض النيم واخزن الكود اللي هو مش معروض دلوقتي قدامي اللي انا عايز اعرضه، هو الامب ان او، يعني اهو اقول سيلكت امب، برضو عمل معانا كده ماشي، نمسك نفتح ثاني واكتب سكوت والباسورد، سيلكت الامب ان او والاي نيم ودبت ان او عشان لو احتاجناهم from امب. ادي الكود بتاعي بتاع جدول اللي هيتخزن ك value الامب ان او،
وادي اللي هيتعرض في الكومبو كنيم او كديسبلاي ممبر يعني. ده جدول مين؟ ده كده بتاعت. يبقى انا ليه بقى عملت النيو؟ لان اول مره فيها هنادي على ران كويري تو اف كي هيروح على الكلاس ويقوم رايح هنا ومعامل الكونكشن وجايب سيلكتايا وكل حاجه ومعامل نيو داتا تيبل، فيمسح داتا تيبل البيانات بتاعتي بالاستراكشر بتاعي بتاع جدول الدبت بتاع جدول الدبت خالص، او اول مره هيمسح البيانات وهيعرض لي جدول الدبت خلاص. اصبح دلوقتي التي بي ال اف كده حتى الان موجود في جدول الدبت. لما اجي انادي عليه كمان مره بجدول الامب هيبدا يشغل الكلاس تاني ويشغلها بالتيبل نيم بتاع الجدول الامب ويسلكت استك فروم الامب ويعمل نيو ستراكشر خالص، يمسح الاستراكشر ويمسح البيانات ويبدا يملاها جوه التي بي ال ويبعت لي الايه البيانات بالاستراكشر الجديد. واضح كده الكلام؟ طيب كده انا المفروض ان العرض بتاعي سليم. لو جيت جربته دوست اف 5 ادي البيانات بتاعتي او طلع لي ان هو ادي الايه الاسماء، طلع هنا الرقم ليه مش عارفين لغايه دلوقتي، وادي هنا عشان ده طبعا في الشو ديتا، في الشو ديتا كان بيعرض الايه الارقام زي ما احنا كنا ظابطينها. المفروض اروح على الشو ديتا دي واخليه يعرض هنا. ازاي اخليه هنا يقدر يعرض الايه النيم بتاعنا يعني؟ يبقى مهمتنا دلوقتي واحنا بنعمل شو ديتا وبنعرض البيانات بدل ما نعرض الرقم كده زي ما حصل، عايزين نعرض النيم. يعني نشوف 79 ده اول واحد سميث ده اللي هو المانجر بتاعه المفروض ان هو 79 02 دوت اللي هو فورد. يبقى المفروض يطلع لي هنا مين؟ فورد. القسم رقم 20 ده اللي هو المفروض القسم اللي هو الريسيرش، يبقى يطلع لي هنا كلمه ريسيرش. يبقى انا هرجع واروح اول بعد ما ظبطنا خلاص عرفنا عملنا زودنا عشان نبقى ماشيين بالترتيب، ظبطنا في الكلاس ران كويري تو اف كي، وبعد كده جينا في الفورم في الفورم لود عملنا الاف كي الاولاني وعملنا الاف كي الثاني، بعد كده نتنقل للشو ديتا. الشو ديتا بتاعتنا اهي، بدل ما كنا بنعرض فيها كده اهو احنا عاملين كومنت هنا ادي مثلا بتاعت المانجر بتاعت المدير، مش هنعرض كده المره دي. انا المره دي اتاكد الاول ان يعني ان اعرض البيانات بتاعتي، اقول على سبيل المثال CBO debt dot بدل يعني او هي اللي كانت موجوده بس بدل dot text هقول dot selected value. يبقى اغير كلمه dot text اخليها dot selected ايه dot selected value، يعني selected القيمه اللي اختارها، value القيمه اللي اليوزر اختارها او القيمه اللي انا عايز يختارها تكون اللي طالعه من الايه من الداتابيز، القيمه اللي انا عايز يختارها تكون طالعه من ايه من الداتابيز. مش دوت تكست، تكست النص اللي هيتكتب، انا مش عايز النص اللي اختار، يعني هو يفلتر جوه الكومبو ويشوف الرقم اللي انا عايز اختاره ويطلعه لي. يعني مثلا هنا مثلا ايه 20 على سبيل المثال، يبقى هو يروح جوه الكومبو اللي اسمه مانجر يدور على مين هو رقم 20 ويسلكتد لي يعلم عليه. نفس القصه هنا بقى دوت تكست اقول له دوت سلكتد value. تمام كده نعمل run فعلا قال لي فورد وقال لي ايه research next جاب لي error. هنشوف دلوقتي الايرور ده بتاع جونز وهو بيعرض سكوت، جاب لي هنا ايه جاب لي error على CBO manager dot selected value على الرو في العمود رقم 3 قال format exception handling input string was not a correct format، التنسيق مش مظبوط. وعلى ما اعتقد ان ده طبعا الخطا ده معروف ان هو جيب له يعني ده كان فاضي، وطبعا مش هينفع يختار من الداتابيز فاضي، يعني الداتابيز مرجعه null. طبعا ممكن اعمل if اقول له if ان الرو الكولوم رقم 3 دوت 2 سترينج، يعني لو كان بيساوي فاضي زين ايه اللي هيحصل؟ هقول له يبقى السي بي او بتاعت الديبت دوت تكست فضيلي التكست ايه فضيلي التكست بتاعها فضيلي التكست بتاعها إلس، يبقى معناها ان مش فاضي مليان يبقى يعرض لي ايه يعرض لي البيان عادي. يبقى هقول له اف ان الرو ده كان فاضي، يبقى في الحاله دي هيخلي التكست، خد بالك مش هيفضي الكومبو، انا فاضي التكست بس
يعني هيطلع هنا مكتوب ايه، مش هيطلع مكتوب حاجه، هيطلع ابيض زي ما انت شايف كده، ده التكست. لكن السيلكتد فاليو مالهاش دعوه، السيلكتد فاليو بقى يدور على القيمه لو كانت موجوده، ده لحاله ان هو ما كانش، ده لو كان بيساوي فاضي، لو ما كانش بيساوي فاضي يعرضها بقى على طول. نفس القصه بالظبط اعملها هنا لده، هقول له اف ان الرو رقم 7 لو كان بيساوي فاضي ايه اللي هيحصل؟ هقول له السي بي او اللي اسمها ديبت دوت تكست، هفضي التكست بتاعها لو كانت فاضي، إلس اخليه يعرض لي البيانات عادي جدا لو كان في قسم. اجي الوقت كده اعمل ران، تمام مفيش اي مشكلة عندي. ماشي كده مفيش اي مشكلة عندي خالص، مهما اتنقلت ما بيطلعليش اي اي اخطاء كده في 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 الشو ده. فاضل لي لازم برضو في الاد وفي الابد، الديليت ما فيهاش مشكله، الديليت خلاص باخد الرقم ده وده اللي بدلاله البرايمري كي، لكن في الاد وفي الابديت انا كنت باخد القيم من الكومبو اللي هنا وباخد القيم اللي موجوده في القسم هنا، فانا محتاج اظبطها. اروح على على زرار الاد في جمله الاد امب، البروسيجر بتاع الاد امب، بدل ما كنت بقول له دوت تكست الكومبو دوت تكست، هقول له لا دوت سيلكتد ايه، دوت سيلكتد فاليو عشان يجيب الرقم اللي اليوزر اختاره، دوت سيلكتد فاليو. نفس القصه بالنسبه للسي بي او بتاعت الديبت برضو، ادي سي بي او دوت، بدل ما اقول له دوت تكست سي بي او دوت تكست، اقول له لا سي بي او دوت سيلكتد ايه، دوت سيلكتد فاليو. ونفس النظام كده بعد الاد اعمله برضو نفس القصه بالظبط في الابديت، سي بي او مانجر دوت تكست، اقول لا سي بي او دوت سيلكتد فاليو القيمه اللي اليوزر اختارها، انه مش هتبقى تكست، والقيمه اللي اليوزر ايه في السي بي او ديبت برضه القيمه اللي اليوزر ايه اختارها. وبكده هيبقى الابديت والديليت وكله تمام. يعني لو جيت عملت رن كده على سبيل المثال ولقيت ان سميث سميث شغال في القسم بتاع الريسيرش، حولته القسم مثلا الاوبريشنز خلاص، ودوست على ابديت قال لي امبلوي ابديت سكسسفول، ده مين؟ سميث. لو جيت على سميث كده بقى في قسم 40، لو حبيت تتفرج عليه ارجع لاول سجل سميث في القسم الايه؟ الاوبريشنز، ارجعه تاني قسم الريسيرش وادوس على ابديت كمان مره، قال لي امبلوي ابديتد، ولقيت ان سميث بقى في قسم مين؟ في قسم الريسيرش، قسم رقم كام؟ قسم رقم 20. وبكده الابديت شغال والاد شغال عشان بس ايه ما نضيعش الوقت. هنا كده انا لو انا سبت كده الدروب داون ليست دي كده مفتوحه، انا ممكن امسح المانجر لو انا مش عايز اثبت مانجر، ممكن امسح الديبارتمنت، وفي نفس الوقت ممكن اليوزر يعك ويدخل بيانات. على حسب ما انت مختار تمام. انا ممكن اجي هنا واظبط الخاصيه اللي اسمها دروب داون ستايل، ممكن اخليها دروب داون ليست، وفي حاله دروب داون ليست دي معناه ان هو مش هيقدر يعدل البيانات اللي موجوده فيها. يعني ايه؟ انا عملتها على المانجر، لو جيت بصيت اهو بفتح كده، لكن ما اقدرش ان انا امسح نهائيا. غير دي بقدر اسلكت على الكلام وامسح، انما ما بقدرش امسح نهائيا، لكن انا مضطر ان انا اختار قيمه من القيم اللي موجوده فين؟ اللي موجوده هنا، لكن ما اقدرش ايه؟ ما اقدرش امسحها نهائيا. ودي طريقه اقدر امسح بيها على حسب القيمه اللي انا عايزها، اقدر ايه اظبط البروبرتي ديت، هل انا عايز اتيحها لليوزر ولا مش عايز. سيمبل طبعا هتبقى عامله زي الليست بوكس عادي، او اتيح ان اليوزر يسيبها فاضي على حسب انا شايف ان ممكن المانجر تتاح ان هو تسيب فاضي لو انا مش عايز احدد مانجر. اما القسم لازم اكون محدد لليوزر قسم، فخليها دروب داون ليست، يبقى دي لازم اليوزر يحدد قسم، هو بيضيف يوزر بيضيف امبلوي جديد لازم يحدد القسم اللي بيشتغل فيه، لكن مش لازم يحدد له مانجر، ممكن المانجر بتاعه يكون ايه، يكون مالوش مانجر، يعني يكون لسه مالوش ايه، مالوش مانجر يعني، مع ان يعني بتبقى في بدايه البيانات، لكن بعد كده بتبقى لازم كل الموظفين يبقى ليهم ايه، يبقى ليهم مانجر. وكده خدنا ازاي نتعامل مع المفتاح الرئيسي، المفتاح الخارجي اسف، المفتاح الخارجي الفورين كي. نتنقل دلوقتي نشوف مثلا التعامل مع الصوره في الدرس الجاي.